نبغى الأبيات اللي أنشدها حبيبنا أبو سعود. الأول هل يقول الناس شتان والأيام دوارة جميلة وبنسمع منها بعد. الناس شتان والأيام دوارة والنار ما تحرق إلا رجل واطية أحدني مين تذر في ذرى يسارة وحدين ارتاب والله على الطالة. اسلم اسلم كمل ترى نسيت كلمات. ايه والله اشتغل ما علي عطا يقول الناس شتان والايام دوارة والنار ما تحرز الا رجل واطيها احد تذر يمين في ذرى يسارة وحد الا والله على الطالة مضريها رعى المواجيب ما عمره طفت نار يشبه لو دفع ما يمتلك فيها فيها كرامته وكرمه مشغلته افكاره والاعتزاز لا بتعزز عزويها الطيب ما هو عند التاجر تجاره وله بهرجة هبود ما يزديها الطيب يحتاج له وقفات جباره دونه جبال وين اللي يعديها يصعب مسناده ويصعب محداره ويصعب مسر الليالي اللي سرى فيها وطويلها القصيدة. سلام الله يبيضك. الله يبيضك. وش الخطبية ترى الناس يبغوا تجارة في خطأ بس ما أدري وش اليوم تكلمنا عنها.